جان وصاصولو وين كانت المباراة، شنا كيفاش الهدف اللي تمركا اللي سجلوه وين ألغاه الحكم، شنا كيفاش كانت المباراة هدف لهدف، شنا دومينيك اللي سجل جانوا في الدقيقة 29 عن طريق ضربة جزاء، شنا بيدرو اللي عدل النتيجة في الدقيقة 33. يعني نقولوا باللي ألغى لهم ساسولو وين سجلوا هدف وين ألغاه الحكم في الدقيقة 75. هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت شنا كيفاش كانت جانوا ساسولو وين كانت مسيطرة ب 64% استحواذ، 415 تمريرة لساسولو، جانوا 208 تمريرات، 36% استحواذ جانوا. يعني كانت شنا ماتيا، شنا كيفاش دافيد، شنا نقولوا اندريا، شنا فرانسيسكو، شنا فالاو، شنا ماركو، فيليب، ستيفانو، بيتر. يعني كانت وشنا كيفاش المدرب دافيد تاع جانوا اللي دخل بخطة 4-1-4-1، شنا كيفاش روبرتو اللي دخل فيني كذلك بخطة الخطة تاعو 4-3-3. كانت مباراة كانت شيقة، وين شنا فين اندريا الحارس تاع ساسولو اللي انقذ المرمى تاعو، شنا فيليبو، شنا جيريمي، شنا بيدرو، الفيرد، شنا كيفاش مانويل، حمد تراوري، شنا فرانسيسكو، شنا كيفاش جيريمي، فيليب، دومينيكو. يعني كانت المباراة نقولوا بلي مباراة كانت شيقة، مباراة كانت نقولوا بلي كيفاش نشوفوا المباراة، مباراة اللي كانت ساسولو كان مسيطر، لكن نقولوا بلي جانوا كان في الدفاع وين تراجع للدفاع وقاعد يلعب بربعة 5-1. يعني في بعض الأحيان شنا ساسولو وين قاعد متمركز في اللعب تاعو بربعة 3-3، يعني كان وخاصة وين ساسولو كان مسيطر سيطرة كبيرة. هذه هي اللي نقولوها المباراة هذه اللي كانت الدور الإيطالي سيري أي الجولة 18، وكانت مباراة كبيرة بين جانوا وساسولو. هذه هي صحيح.